تطرقنا لملفات الصناعة، وتم الحديث على ان جزء من الاستثمارات الفترة الجاية يكون هناك التركيز على الاستثمارات المشتركة في قطاع الصناعة وقطاعات طبعا اخرى مختلفة لتصلح للاقتصادين سواء المصري او السعودي. وايضا كان هناك تأكيد على متابعة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة اللي ان شاء الله بيتم تنفيذها على الارض، واهمها موضوع الربط المصري السعودي. وكان هناك تجديد امبارح الحقيقة على ان ان شاء الله على يعني شهر مايو او يونيو على الاكثر القادمين تبقى المرحلة الاولى بالكامل من الربط، هتكون ان شاء الله دخلت الخدمة. احنا بنتكلم على 1500 ميجا هتكون ربط متبادل، وده اللي اثير امس ان ده هيبقى ميزة مهمة للبلدين، لان ساعات الذروة في البلدين بتختلف، وبالتالي تقدر مصر تستفيد في ساعة الذروة ليها من انها تاخد الكهرباء من السعودية، والعكس أيضا هيتم، إن في ساعات الذروة للمملكة أيضا هتستفيد إنها تاخد الطاقة من مصر. ويمكن أثير نقطة مهمة جدا، إن مشروع الربط اللي هيبقى حاصل ما بين مصر والسعودية اللي هو المفروض هيبقى بيصل إلى 3000 ميجا، المرحلة الأولى فقط 1500 ويليها ال 1500 الثانية، ال 3000 ميجا دول أكبر من طاقة الطاقة الإقليمية لدول التعاون الخليجي كله. فيعني عشان حضراتكم تقدروا تستشعروا ضخامة الربط الكهربائي اللي بيتم النهاردة، وبنسابق الزمن علشان ان احنا يعني ان شاء الله نحققه وننجزه في خلال هذه الفترة.